أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي. وقال خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق أن الظروف المتتالية أفرزت واقعاً صعباً للطفولة في العراق، موضحاً أن الاستثمار الصحيح في هذه الشريحة يعني استثماراً في بناء العراق وتطويره وتكريس دوره وأهميته على مستوى العالم. وعن برنامج حكومته أكد الكاظمي أن هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محددة وقامت بتأديتها، وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، مضيفا: ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة بعد أن كنا على حافة الانهيار الاقتصادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحكومة جاءت بظروف صعبة ومعقدة جميعكم تعرفونها، وكانت لدينا مهمة واحدة، والحمد لله والشكر قمنا بتأديتها بتأسيس انتخابات نزيهة عادلة. ومع كل هذا أخذنا المبادرة في المحاولة لتوفير ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، والحمد لله والشكر نجحت حكومة توفير ظروف اقتصادية في ظرف كنا في حافة الانهيار الاقتصادي، وتقارير دولية وتقارير المؤسسات تؤكد على أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً. ولهذا كما ذكرت الحكومة قامت بواجبها في تأدية البعض، ونجحنا بتجاوز بعض التحديات وفق القدرات والإمكانيات التي متاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عمل أطول وتعاون بين مؤسسات الدولة وبين الكتل السياسية وبين أطراف المجتمع العراقي. هذه الحكومة رغم كل المشاكل والظروف التي مررنا بها طوال العامين الماضيين لم نغفل عن عملها هذه الشريحة المهمة، هذه الشريحة العمرية المهمة في المجتمع، لإيماننا التام أن العراق سيعود وينهض من جديد على يد أبنائه.